بيان صادر عن حركة الضباط الأحرار بسم الله الرحمن الرحيم تعلن حركة الضباط الأحرار عن تشكيل أولى مجموعات الردع لحماية سلمية الثورة من عناصر الأمن والشبيحة وباقي عصابات آل الأسد المجرمين علما أن كافة عناصر المجموعة هم من عناصر الجيش الذين رفضوا الانصياع للأوامر بقتل إخوانهم المدنيين حماية لنظام القمع والقتل وقد قامت المجموعة في صبيحة يوم 17/8/2011 في الساعة الرابعة فجرا بالتصدي لقوات من الجيش والأمن والشبيحة كانت تقوم باقتحام القرى الآمنة في جبل الزاوية وتنفذ عمليات قصف عشوائي واعتقال ناشطين سلميين وأطفال وحيث تم دحر هذه القوات على أعقابها عاشت سوريا حرة أبية النصر للشعب حركة الضباط الأحرار.